مساء الخير. الحقيقة النهاردة قابلني واحد من حبايبي، فبيسألني يا أخي، بيقول لي أنتوا مكبرين الموضوع، يعني إيه الدستور أولا أو الانتخابات أولا، وتفرق معاكوا في إيه؟ فالحقيقة أنا اندهشت، يعني الموضوع ده مش أنا بس، ده كل الناس كتبت فيه. أستاذ نبيل شرف الدين كتب فيه، أستاذ شريف حافظ كتب فيه، أستاذ إسماعيل حسني كتب فيه، أستاذ أيمن الجهري كتب فيه، إبراهيم عيسى كتب فيه، يعني في ناس كتير قوي اتكلمت في موضوع الدستور ده، وإيه أهمية إن الدستور يبقى في الأول. لكن ده خلاني أنا أفكر إن هو مش كل الناس بتقرأ مقالات، والجماعة الليبراليين مش واصلين لكل فئات الناس، خصوصا قنواتنا القومية الأساسية. يعني الليبراليين مش بياخدوا فرصتهم في القناة الأولى والثانية والثالثة. فحسيت إن في قصور، خصوصا لما يكون في نسبة كبيرة من الشعب ما بيقراش، الشعب كله بيسمع بس. وطبعا في ناس بتسمعوا كلام مش حقيقي وما يعرفش الحقيقة فين. أولا حكاية الدستور أولا أو الانتخابات أولا ملهاش دعوة بالطائفة أو بالطائفية، ملهاش دعوة بمسيحي ومسلم، لكن هدفها واحد بس، هو مصر. احنا بندور على صالح مصر. هل صالح مصر ان الدستور يبقى في الأول، ولا صالح مصر ان الانتخابات تبقى في الأول؟ نفكر، مين اللي بيستفيد من الانتخابات أولا، ومين اللي بيستفيد من الدستور اولا؟ طيب مين اللي بيستفيد من الانتخابات اولا؟ اللي بيستفيد من الانتخابات اولا اللي عايزين يمسكوا السلطه والحكومه عشان يعملوا دستور على مزاجهم بعد كده. طب مين اللي عايز الدستور اولا؟ اللي عايز الدستور اولا اللي عايز دستور ثابت لمصر، يحمي الحياه المدنيه في مصر، يحفظ حقوق كل الافراد متساويه، ويساعد ويضع مواد في الدستور تساعد على التعدد السياسي وتعدد السلطة وتبادل السلطة، وتضع مواد لمحاكمة رئيس الدولة إذا أخطأ وكل القيادات إذا أخطأت. وصلت؟ لا، لسه ما وصلتش. نوصلها إزاي؟ إزاي نوصل لمفهوم الإنسان؟ الفايدة تيجي منين؟ اللي هيستفاد بالدستور أولا المسيحي، مش هيستفاد منه المسلم؟ لا طبعا، اللي هيستفاد بالدستور أولا المسلم قبل المسيحي، والبهائي والمسيحي والمسلم هيستفادوا بالدستور أولا. الانتخابات أولا هتكون وبال على الكل، على كل الشعب. ليه؟ أقول لك ليه. لو احنا حطينا دلوقتي دستور، مين اللي هيحطه؟ هيحطه أفراد مثقفين من الشعب المصري يهمهم أمر مصر ولا يهمهم الكرسي. ليه؟ لأن اللجنة اللي هتشكل مفروض إن مفيش واحد من اللي هيشكلوا الدستور يترشح للرئاسة بعد كده، فبالتالي مش هيدور على مصلحة شخصية في وضع مادة خاصة بيه. وصلت؟ لا، لسه. نكملها بطريقة تانية. مين دلوقتي ممكن يستفيد لو اتعملت انتخابات اولا؟ اللي عايزين يستفيدوا من الانتخابات اولا مجموعه معروفه للناس. طب مين اللي هيخسر؟ مجموعه تانيه ليبراليه متحرره، او يهمها امر مصر ويهمها المواطن ويهمها تعدد الاحزاب ويهمها المساواه بين افراد الشعب المصري، ولكنهم في طور التكوين، يعني لسه بيعملوا احزاب، يعني لسه ما تعرفوش. دول اللي هم الجماعه المحترمين اللي بيدوروا على مصر محدش يعرفهم. مين الجماعه دول؟ عشان اكون بتكلم على جرجس ويعقوب وعبد المسيح؟ لا، انا بتكلم على ناس متنورين بيحبوا مصر. المسلمين فيهم اكتر من المسيحيين، ناس مسلمين معتدلين
لكن يؤمنوا بحق مصر في الحياة وفي التطور وفي التعدد السياسي. شوفوا كتابات ناس كتار زي ما ذكرت قبل كده، أنا كتاب ليبراليين، نبيل شرف الدين راجل مكافح جدا، شريف حافظ راجل أستاذ علوم سياسية وبيكتب في المجال ده، أستاذ إسماعيل حسني، أستاذ أيمن الجهري، الأستاذ عبد الجواد، سيد عبد الجواد. طبعا الأسامي دي ممكن تكون غريبة عليكم، لكن دي أسامي لامعة في مجال السياسة، لكن للأسف الإعلام المصري ما ادهاش الفرصة. فاطمة نعوت، الأستاذ أمينة ثروت أباظة، الأستاذ حافظ هريدي، الأستاذ سامي حرك تاني وتالت ورابع وخامس. يا ريت الناس دي تظهر في القناة الأولى والقناة التانية وتوصل مفهومها للناس وتقول للناس احنا مسلمين وبنحب الإسلام وبندور على مصلحتكم يا جماعة. الدستور اللي يضع دستور دولة مدنية يحافظ على الدولة المدنية، يحافظ على أركانها، يحافظ على التعدد السياسي، هو الأفضل لمصر. أقولها تاني بطريقة تانية وبطريقة مختلفة. هبعد عن المتشددين اللي من أي طائفة أو من أي عقيدة، وهقول في واحد اسمه جرجس. جرجس ده راجل متشدد ومتعصب مسيحي، لكن معروف وسط المسيحيين. خلاص دخل الانتخابات وكسب في الانتخابات، بقى رئيس جمهورية. جرجس رئيس جمهورية مصر. لكن عمنا جرجس المتشدد ده قال لك ايه يعني اقعد 4 سنين على الكرسي، يعني انا هلحق اعمل فيهم حاجة؟ دول انا محتاج فترة اطول، محتاج فترتين تلاتة اربعة اروق البلد واروق نفسي. طب اعمل ايه مع الجماعة المسيحيين دول اللي هم مش هيدوني اللي انا عايزه، وعايزين فترة ولا فترتين وخلاص اقلب؟ اقوم العب لهم على التيار الديني، التيار الديني المسيحي، اتلاعب بيه. مش حبا في المسيحية خالص ولا حبا في المسيحيين نهائي، لكن حبا في الكرسي، ومحبة الكرسي تنسي الدين وتنسي ربنا من اساسه. يوم يعمل ايه عمنا جرجس؟ يروح نازل يقول لك ايه بقى، انا هنزل الشعب المسيحي بمادتي في استفتاء، ونقول لهم توافقوا عليهم مع بعض او ترفضوهم مع بعض، زي ما عمل احد رؤساء السابقين المؤمنين. بس ده هيطلع افكه من اللي قبل منه، اللي قبل منه مدد لنفسه الرئاسة بس، شوف اللي جاي ممكن يعمل ايه. عمنا جرجس راح منزل مادتين، قال لهم الدستور العلماني اللي احنا شغالين بيه ده اغلبية مواده متاخدة من فرنسا، ودي دول كفرة، واحنا ما يصحش كدولة مؤمنة بربنا سبحانه وتعالى ان احنا نمشي على دساتير دول كافرة. انا هعمل ايه يا جماعة؟ انا هحكمكم بالشريعة المسيحية الحق، شريعة المسيح، شريعة المسيحية الحق، ماشي؟ وهمشي الشريعة المسيحية، وهتبقى دولة مسيحية أساسها وأساس الدستور فيها الشريعة المسيحية، وهبقى خليفة المسيحيين على الأرض. أنا خليفة جرجس، أنا ولد عبد المسيح هيبقى النائب بتاعي، وهنبقى ملك بقى خليفة المؤمنين، أنا أمير المؤمنين المسيحي وابن النائب، والكرسي بقى هيبقى يتولى في عيلتنا. طبعا الشعب المسيحي الغلبان اللي مش فاهم طبعا عايز المسيحية بقى، وفرحان وبينجلي أول ما يسمع اسم المسيحية وبينصحب، يقول لك يا سلام نصرة المسيحية، لا اديله الراجل المؤمن ده اللي هيحكم بما أنزل الله. أوكي، وينجح في الاستفتاء عمنا جرجس ويبقى ولي العهد عبد المسيح ابن جرجس، وتبقى إمارة مسيحية وتحكم بالشرع المسيحي، وتبقى اللي تقوله واللي يقوله أمير المؤمنين ده منزل من الله سبحانه وتعالى، واللي خالفه يبقى كافر وزنديق. ده اللي هيعمل عمنا جرجس. جرجس ما بيحبش المسيحيين ولا بيحب المسيحية ولا بيحب مصر، بيحب الكرسي. نبقى خلصنا من الرئيس المخلوع الفاسد، وجالنا ملك خليفة هيقعد ويعشش فيها.
وصلت؟ عايزين جرجس؟ خليكوا ورا جرجس، وخدوا بركة جرجس وبركة عبد المسيح ابن جرجس وراه، لكن أنا لا عايز جرجس ولا عايز عبد المسيح، أنا عايز دستور يتعمل يحدد سلطات رئيس الجمهورية، يقلل سلطات رئيس الجمهورية. مفيش حاجة اسمها رئيس الجمهورية بقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الأعلى لا، ما ينفعش الكلام ده، لازم تقلص الصلاحيات دي. لو جالك رئيس ومسك الدولة وحب هو يعمل الدستور بعد كده، في رئيس دولة هيقلص صلاحياته؟ ده لو ملاك من السماء مش هيعمل كده طبعا، ده بالعكس، ده كل واحد بيدور على سلطات في ايديه وعايز يظبط ملكه يا وا 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 وا. يبقى هنا احنا فرضيه الدستور اولا بتحمينا، خصوصا لو اتحطت مواد، المواد ديت تحرم على اي رئيس دوله تغيير ماده فتره الرئاسه، يعني 4 سنين وليه الحق يترشح مره ثانيه، اكتر من كده يفتح الله. وتحدد مواد ثانيه تحدد ازاي ممكن يتحكم الرئيس، واذا اخطا ممكن يتحاسب، والقيادات مفيش حد مؤله ومفيش حد بره المحاكمه، كله تحت القانون سواء. يبقى احنا وصلنا وعرفنا احنا ليه بنقول الدستور اولا. الدستور اولا لان اللي هيجي يمسك رئيس دوله هيشكل نفسه على الدستور، مش هيشكل الدستور على مقاسه. لو تذكروا في فيلم محمد انور السادات اللي مثله الفنان احمد زكي، كان بيتكلموا كده هو مجموعه، فبيقول له حاجه عايز يعملها، فرد عليه واحد من الناس اللي قاعدين فقال له لكن دي ضد الدستور يا ريس. انا كل الدستور ده ناس بتعمله زي انا وانت. ايوه الدستور اشخاص يضعوه، الدستور ليس كتاب الهي منزل لا يتغير، دي مجموعه اسس ومبادئ. تركيا لما عملت الدستور وحبت تحمي العلمانيه في تركيا، خلت الجيش هو المسؤول عن حمايه علمانيه تركيا، عشان كده تركيا تقدمت ووصلت فيها نهضه، معناها دوله اسلاميه، بس دوله اسلاميه محافظه على الكيان ومحافظه على النظام الجمهوري بتاعها، عشان كده تقدمت وصلت لمستويات عاليه جدا. طبعا انا بكرر دايما ان بعض المفاهيم الخاطئه لازم نوصلها للناس، يعني لغايه دلوقتي يقول لك الشخص يقول لك العلمانيه يعني كفر والعياذ بالله، يعني ما فيش ربنا، يعني الانسان ما خلقوش ربنا. لا، العلمانيه يا جماعه مش معناها كده. انا برضو هقول ايه معنى العلمانيه. العلمانيه هي ان الدوله ونظام الحكم في الدولة يقوم على أساس العلم وعلى أساس الحقوق وعلى أساس حقوق الإنسان، أما الدين فهو علاقة بين الإنسان وربه يمارسها في منزله وفي دور عبادته. يبقى مش معنى كده أن العلمانية ضد الأديان، لا، العلمانية بتقول لك أساس الحكم مبني على العلم وعلى النهضة وعلى أساليب التكنولوجيا الحديثة وعلى مبادئ حقوق الإنسان، وكل المؤسسات على هذا الاساس، دي العلمانيه. طب والليبراليه؟ يقول لك ليبرالي كافر، ده معناها انك انت مراتك لا مؤاخذه تمشي عريانه، او اختك تمشي عريانه، او لا مؤاخذه امك ما تلبسش غطا على راسها. لا، الليبراليه مش كده. الليبراليه ده نظام سياسي يسمح بالحريه في الاقتصاد، يعني التجارة تبقى حرة، ما فيش قيود على التجارة، التجارة حرة. الحرية في تكوين الأحزاب، الحرية في تكوين الأحزاب، الحرية في السياسة الخارجية، لكن ليها ضوابط. يعني ايه ضوابط؟ يعني يقول لك ايه، انت حر تحرك ايدك براحتك، حرك ايدك براحتك يمين وشمال، بس ايدك ما تقربش من انفي. يبقى حريتك تقف عندما تؤثر على حرية الآخرين، يعني مش تحرك ايدك بقى وتخرم عين واحد ولا
تخرج مناخير واحد، لا. حريه انك انت عايز تسمع كاسيت بصوت عالي جدا، تسمع كاسيت بصوت عالي جدا، بس ما تسمعوش يكون جارك عيان ومريض وتعليه وتزعجه. ده مش صح. عايز تشرب مثلا اي شيء او اقراص ولا كلام من ده، تشرب وتنزل تسوق عربيه وتخبط في الناس، لا دي مش حريه ومش ليبراليه. يبقى الحريه ليها ضوابط، دي الليبراليه. الليبراليه حريه ذات ضوابط، تقف الحريه عندما تتعارض مع حريه الاخرين. بيقول لك ديمقراطي يعني ديمقراطي كافر زي ما قالوا على بعض الناس، لا ما فيش حاجه اسمها ديمقراطي كافر. الديمقراطيه معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. يعني الشعب نفسه بيختار واحد منه بالانتخابات ويخليه رئيس. طب مين اللي بيحارب الديمقراطيه؟ حته مهمه جدا. مين اللي حارب الديمقراطيه؟ اللي مش عايزين رئيس من الشعب ومن عامه الشعب. يعني الديمقراطيه ممكن تجيب واحد فقير بس الناس بتحبه واخلاقياته عجباها فبتخليه رئيس. طب مين اللي ضد الديمقراطيه؟ اللي ضد الديمقراطيه الانظمه الملكيه. الانظمه الملكيه في العالم الثالث مش في العالم المتحضر طبعا. ليه بقى؟ لان الديمقراطيه بتهددهم، ان انت لما تقول له هجيب لك رئيس من وسط الشعب بتهدد ملكه. عشان كده الدول اللي فيها ملوك بيدفع فلوس البترودولار كلها في مصر عشان الديمقراطيه ما تتطبقش، وبيحاولوا يهدوا اي تقدم ديمقراطي داخل مصر. فكروا بقى، الدول دي اللي بتدفع مليارات عشان تسقط الديمقراطيه في مصر، وبتروح في بلاد فيها ثورات ضد النظام الملكي وتقمع هذه الثورات. ليه؟ عشان تحافظ على النظام الملكي. أنظمة دينية متشددة بتكبح كل من يقوم بالثورة. ليه؟ عشان تحافظ على النظام الملكي. يبقى الأنظمة الملكية هي اللي بتروج لفكرة ان الديمقراطية او الليبرالية او العلمانية كفر. طبعا احنا في مصر مش عايزين احنا نقول احنا علمانية ولا ليبرالية، احنا لا، احنا في مصر بنقول احنا عايزين نظام جمهوري ديمقراطي توافقي ذو ضوابط ليبرالية. جمهوري يعني رئيس جمهورية ما فيش ملك. ديمقراطي يعني جاي منتخب من افراد الشعب. توافقي يعني يناسب اخلاقنا الشرعية ويناسب تعاليم ديننا الاسلامية والمسيحية. ذو ضوابط ليبرالية يعني لو الرئيس فكر ان هو يجدد او يحط مادة في الدستور تانية انها تعدد فترات الترشيح تقول له لا استوب، احنا هنا الجيش بيحمي المادة دي، الرئيس لفترة ومن حقه يرشح نفسه لفترة تانية، اكتر من كده متشكلين يا عمنا بالسلامة، شوف غيرك يكمل. اتمنى ان كلامي ده يكون وصل، واكون مبسوط جدا لو شفت تعليقات، وانا عايز اسمع لو حد ليه اي تعليق يكتب، ونشوف احنا وصلنا لغاية فين ودرجة التنوير في مصر وصلت لغاية فين. ويا رب يا رب يكتب النجاة لمصر وتعدي من الأزمة اللي هي فيها. أشكركم شكرا جزيلا.